فتعال نبدأ إن شاء الله. هنتكلم عن السوفت وير ديفلوبمنت. في حاجات طبعا هنعملها سكيب، حاجات هنركز عليها. السوفت وير ديفلوبمنت، طبعا عشان اتعلم يعني ايه سوفت وير ديفلوبمنت محتاج شويه حاجات. يعني عشان ابقى سوفت وير ديفلوبر او ما يسمى بالسوفت وير ديفلوبر لازم اتعلم شويه حاجات. ان انا اقرا تصميمات. يعني ايه تصميمات؟ هنشوفها في جزء الموديلنج. يعني تصميم السوفت وير ما هو الا مجموعه من الدياجرامز زي اللي احنا اخدناه قبل كده، الكلاس دياجرامز والكومبوننت وشوية دياجرامز هناخدها ان شاء الله خلال محاضره منفصله. الحاجه التانية، عشان ابقى اكون سوفت وير ديفلوبر بشكل كويس لازم اقرا ريدنج a lot of code، رايت اكواد كتير. بمعنى ان انا لو عايز افهم ازاي بيحصل البروبلم سولفينج او حل المشاكل لازم اقرا المشكله واقرا الحلول المختلفه للمشكله دي، فلازم اقرا اكواد كتير. ومش اكتفي بالقرايه فقط لا غير، رايتنج a lot of code، ان انا اكتب كمان اكواد بشكل مستمر. ونركز أكتر في the approach a problem and design solution for it. يعني أقرأ المشكلة تمام وتصميمها أو تصميم حلها. تصميم الحل غير الحل. تصميم الحل وليكن مثلا لو أنا واقف في المنطقة دي وعايز أوصل في المنطقة دي وعندي أكتر من مسار بالشكل ده، ف ادي التارجت بتاعي، الهدف بتاعي، وده نقطة البداية اللي أنا واقف فيها، فعايز أوصل للمنطقة دي، فلازم أشوف الطريقة، أدرس كل الطرق وأشوف أفضل طريقة عشان أوصل للهدف بتاعي. فلازم نمر بمراحل تحليل وهكذا، من ضمنها ديزاين. ديزاين تصميم بالحلول، إمتى أمشي في الطريق ده أو إمتى أمشي في الطريق ده أو إمتى أمشي في الطريق ده. فإذا المشكلة لازم أتعرف على تصميم حل المشكلة وليس حل المشكلة. تصميم الحل بيوفر وقت كبير جدا. How to develop software، ازاي بقدر اعمل تطوير. كلمة تطوير معناها تصميم وكتابة كود، يعني design and implementation الاتنين مع بعض بنسميهم software development او develop a software. عشان develop software، ان انا انتج software او اطور software، محتاج well integrated team، لازم يكون عندي فريق انتجريتد متكامل. يعني مجموعة من أعضاء الفريق كل واحد له مهارات في مجالات مختلفة. في ناس عندها مهارات في التحليل، مهارات في التصميم، مهارات في كتابة الأكواد. فإذن ولازم يكونوا انتجريتد. انتجريتد بمعنى إن لازم يكون في وسائل اتصال دائمة ما بينهم. فبنقول هنا كل ما كان الفريق صغير كل ما كان قنوات الاتصال ما بينهم بتكون أقل، وكل ما كان الفريق كبير كل ما كان أدوات الاتصال أو وسائل الاتصال بتكون كبيرة. فلازم يكون عندي good communication among the team member، لازم يكون عندي good communication، وده أهم حاجة. ما ينفعش كل عضو من الفريق يشتغل مع نفسه بدون ما يكون في تواصل مع باقي أعضاء الفريق. لازم يكون برضو فيه، طبعا أنا بعمل سوفت وير أكيد السوفت وير موجه لحد معين، ممكن يكون كاستمر طالب السوفت وير، أو ممكن أكون بعمل سوفت وير بحيث أنشره وحسب قوه السوفت وير الناس هتقبل، هيبقى في قبول عليه وخلافه. فبنقول هنا لازم يكون في جود كوميونيكيشن بين ذا تيم اند ذا كاستمر، لازم يكون في رابط وتواصل دائم ما بين التيم وبين الكاستمر. وعندي لازم يكون كل عمليه او جزء في السوفت وير لازم يكون مسند لشخص معين. فبنقول هنا every project، كل project ايا كان بقى لازم يكون عباره عن مجموعه من البروسيسز او الاجراءات. ما ينفعش اخد البروجكت او السوفت وير كله على بعضه حته واحده، لازم نقسمه لمجموعه من البروسيسز. طبعا البروسيس دي او الاجراءات اخدتها في السوفت وير انجينيرنج، كان عندي اربع اجراءات رئيسيه اللي هو السبيسيفيكيشن، وبعد كده الديفلوبمنت والتستنج، وبعد كده الايفوليوشن، ايا كان الطريقه اللي هتعمل بيها السوفت وير او مجموعه البروسيسز اللي هتعمل فيها السوفت وير. المفروض يكون السوفت وير مقسم الى مجموعه من البروسيسز. في حاجات بتبقى بلاند بمعنى ان انا البروسيس دي بخطط لها مسبقا. فلان هياخد التاسك الفلانيه في الوقت الفلاني، دي اسمها بلاند دريفن. بلاند دريفن معنى
ان انا عملت تخطيط مسبق للبروسيس، تمام. وفي حاجات تانية خاصة بالانكريمنتال ممكن اعمل ريبلان فيما بعد. لازم يكون فيه مرونة في البروسيس، يعني مش بطلب إمكانيات معينة من البروسيس أو إجراءات معينة لازم كلها تتعامل، لا، لازم يكون فيه flexibility بحيث تكون البروسيس قابلة للتعديل والتغيير بما يتناسب مع الوقت والبادجت أو الكوست وهكذا، تمام. لازم أعمل تخطيط، وده المهم، تخطيط، خطة، بلان that everyone buys into. يعني كل بروسيس من دول هتتقسم الى اجزاء صغيره بنسميها التاسكس، الاكتيفيتيز، وكل اكتيفيتي بنقسمها التاسكس. لازم يكون كل واحد في الفريق عارف ايه التاسك المطلوبه منه او ايه البروسيس المطلوبه منه. طبعا كل ده عشان اعمل سوفت وير ديفلوبمنت، الكلام ده طبعا قبل ما ابدا في الامبلمنتيشن او كتابه الكود. In order to do software development, will you need the following؟ هتستخدم الحاجات ديت. To be brave enough to say hey we are behind. بمعنى ايه؟ بمعنى انت لو عندك الفريق لازم يكون عندك الشجاعه ان تقول لهم يا جماعه احنا متاخرين، احنا بنضيع وقت، يعني تبين لهم الحاجات السلبيه او المشاكل السلبيه. وكمان لازم تستخدم right tool and right practices for this project. وانت شغال في البروجكت لازم تستخدم الادوات الصح او الادوات المظبوطه، والاعضاء الفريق يكون عندهم مهارات مناسبه للبروجكت. ولازم تدرك ان مش كل حاجه في المشروع ممكن نعملها بنفسنا، ممكن او في بدايه المشروع نكون عارفين كل حاجه او كل المعلومات عن المشروع، ممكن نبدا بس ستارت اب للمشروع ككل كبدايه، ممكن ما نعملش كل الفانكشناليتيز، ممكن نعمل فانكشناليتيز صغيره وبعد كده نبدا نعمل عمليه تطوير ليها بحيث نوصل للسوفت وير المطلوب. هنا طبعا البروسيس لايف سايكل او ما يسمى السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اخدته قبل كده في اداره المشاريع، الكونسبشوال او الكونسبشوال موديل، انا بعمل ديفينيشن للبروجكت وبعد كده بعمل له اهداف اوبجكتيفز او خلافه، ريكويرمنت بحدد المطلوب، بعد كده بديزاين بعمل ديزاين للحاجات المطلوبه، وبعد كده بعمل كود للديزاين اللي انا عملته، وبعد كده بختبر الكود اللي انا عملته، وبعد كده بطلع الريليز او النسخه اللي رايحه للعميل او اللي هبيعها في السوق. وبعد ما بخلص الكلام طبعا بيحصل مشاكل او بيحصل متطلبات، استجد متطلبات، فبضطر اعمل مينتيننس، وبعد كده بعمل ايفوليوشن او تطوير حسب الفيدباك اللي جاي. فدي بنسميها بروسيس لايف سايكل مودلز. من ضمن البروسيسز او طريقه عمل مانجمنت للسوفت وير في حاجه اسمها الاكستريم بروجرام. الاكستريم بروجرام طبعا اتعمل لها انشاء سنه 1995 بواسطه كانت الباك وهكذا. المهم ان هي عباره عن ايه؟ اكستريم بروجرامينج لايت ويت، حاجه خفيفه يعني مش معقده، افيشنت، سريعه، ترتبط بالتايم، لو ريسك، ما فيهاش مخاطر كتير، فليكسبل، مرنه، بريدكتبل، ممكن اتوقع اللي هيحصل فيما بعد او المشاكل، ساينتفك، مبنيه على اساليب علميه، اند فان واي، وطريقه لذيذه كده في الشغل، تو ديفلوب سوفت وير. يعني تخيل لو انت عندك طريقه لعمل السوفت وير فيها كل المواصفات دي، لايت ويت، افيشنت، لو ريسك، فليكسبل، بريدكتبل، ساينتفك، اند فان واي. طبعا انا بقول اكستريم بروجرامنج وخاصيه الاكستريم بروجرامنج لانه من الحاجات اللذيذه في الشغل وسريعه في الشغل. الاكستريم بروجرامنج مبني على فور فاندمنتال ايدز، اربع افكار رئيسيه. هيفي كاستمر انفولفمنت، ما ينفعش تعمل السوفت وير منك لنفسك، لازم يكون الكاستمر موجود معاك في كل مرحله من مراحل انشاء السوفت وير، سواء كان تحليل، اناليسيس، او ديزاين، او امبلمنتيشن، او تيستنج. فبنقول هنا الفور فاندمنتال ايدياز، الاربع افكار اساسيه، انه يكون هيفي كاستمر انفولفمنت، لازم يكون الكاستمر موجود باستمرار. كونتينوس يونت تيستنج، السوفت وير ككل، ده نعتبر ان ده الابلكيشن، بيقسم، بنقسمه لاجزاء كبيره بنسميها كومبوننت، سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. كل كومبوننت من دول بنقسمه لاجزاء صغيره بنسميها يونت، يونت 1 2 3 4. اليونت ده ممكن يكون كلاس او اكتر من كلاس، المهم انه بيؤدي وظيفه واحده فقط لغير وظيفه محدده.
فلازم نعمل اختبار لليونت تيست. تخيل انك بتعمل كونتينوس يونت تيستنج باستمرار، كل جزء صغير في السيستم بتعمل له تيستنج، وبالتالي هنعمل الكومبوننت تيستنج، وبالتالي هنعمل للابلكيشن بشكل عام تيستنج. فطبعا بالطريقه دي بنقلل الاخطاء بشكل كبير جدا. البير بروجرامينج، ان انا ممكن اعمل برمجه مزدوجه، يعني ممكن اكتر من بروجرامر يشتغل في نفس الحاجه، بحيث نعدل في الافشنسي، اللي هي لو انا بنفذ فانكشن معينه بتاخد وقت ثانيتين، ممكن اعمل بروجرامينج بشكل مختلف، يبقى في اكتر من بروجرامر كل واحد يعمل الفانكشن دي بطريقته، واختار افضل او اسرع كود وصلوا له، وبالتالي بزود الافشنسي. Short iteration cycles and frequent release. دايما نحط أوقات صغيرة لكل دورة من دورات اللي بصمم فيها السوفتوير. ما ينفعش ان انا احط مرحلة الاناليسيس مثلا تاخد لها 5 شهور من اصل سنة. لا، بنحط short period او short iteration، ونبدأ كل شوية نطلع release جديد release جديد لغاية ما نغطي كل السوفتوير. فطبعا واضح ان الاكستريم بروجرامينج من الحاجات المهمه جدا. ايه الحافز لكده؟ الحافز لكده ان انا بدور على ان انا اقلل مينيمايز الكوست، ان انا اقلل الكوست تكلفه والتايم والوقت، وازود الكواليتي. طبعا مش اقلل الكواليتي، ازود الكواليتي واتحكم في الفيتشر او اخلي السوفت وير فيه فيتشرز. يبقى ده الموتيفيشن او الدافع للكلام، ان انا اقلل الكوست، اقلل الوقت، و خلي الكواليتي عالية، والفيتشرز بقدر الإمكان تغطي كل requirement. في عندي 4 core values بقى. الفور core values يعني الحاجات اللي بتأثر بشكل مباشر وأنا شغال. عندي الكوميونيكيشن، لازم يكون في تواصل ما بين أعضاء الفريق وبعضهم وأعضاء الفريق والكاستمر، زي ما قلنا إنه heavy customer involvement. السمبلستي، ما اعملش كل حاجه بشكل معقد، لازم تكون بشكل سمبل، فيري سمبل، يعني استخدم ادوات بسيطه تحقق الغرض، مش مجرد ان انا استخدمها بحيث اتعارض مع الغرض. لا، كل شيء يكون فيري سمبل ولكن يؤدي الغرض. الفيدباك، ان انا اي فيدباك بيجي لي سواء من كان داخل الفريق من التيمز او من التيم ممبرز، او الفيدباك اللي بيجي لي من الكاستمر، او حتى كمان الفيدباك اللي بيجي لي من اليوزر المستخدمين للسوفت وير. الكوريج، دايما يكون في تشجيع في الشغل، ما يبقاش في عمليه احباط مستمر. يبقى انا عندي الفور كور فاليوز عشان الاكستريم بروجرامينج ينجح بشكل كويس: كوميونيكيشن، سمبلستي، فيدباك، اند كوريج. طبعا اي بروجكت بشكل عام بيكون من بروسيسز، مجموعه اجراءات، وكل اجراء بيكون من اكتيفيتيز او نشاطات بتتم في البروسيس. عندي في الاكستريم بروجرامينج 4 انشطه اساسيه: الكودنج، ان انا بكتب كود، تيستنج، اختبر، ليسننج تو يور بارتنر ات ذا كاستمر، يعني بتسمع اللي جوه واللي بره، ديزايننج، ديزاين وايل يو كود، خلي بالك من الشغل، كودنج، تيستنج، ممكن وانا بعمل كود اعمل تيست، بستمع للاكسترنال او الانترنال ستيك هولدر، وبالتالي باخد فيدباك، فممكن اعمل ديزاين للفيدباك وانا شغال في نفس الوقت بعمل كود وبعمل تيست. فكل مره بعمل ريديزاين. طبعا دي طريقه سريعه جدا في عمل السوفت وير. فاذا الاكستريم بروجرامينج ليه فوائد كتير جدا من ناحيه الكفاءه والسرعه وهكذا. طبعا لو اخذت قبل كده حاجات في البروجكت مانجمنت، المراحل دي تقروها. طبعا انا ما بحاولش اجيبها في الامتحان، هي الفكره بتبقى عناوين رئيسيه، ان انا بخطط المشروع، بشوف الريسورسز اللي موجوده عندي، بقسم المشروع ل WBS او Work Breakdown Structure، يعني الاكتيفيتي الكبيره اقسمها لمجموعه من التاسكس، تاسك 1، تاسك 2، تاسك 3 وهكذا، وكل تاسك بيكون لها بدايه ونهايه، بدايه يعني بدايه وقت ونهايه وقت، وفيه ريليشن ما بين التاسكس وبعضها. زي ما قلنا قبل كده، التاسك الاولى تاخد من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، التاسك الثانية ممكن تبدا وراها على طول، في تاسك ثانية ممكن تبدا مع بدايه التاسك الاولى، ممكن تاسك تنتهي مع نهايه التاسك. ده كلها تاسك ريليشن شيب. في الكلام ده بنقسم البروجكت لمجموعه صغيره بنسميها ورك بريك داون.
انت تاسك استيميت معناها ان انا بحدد لكل تاسك الوقت التايم، وبحدد الكوست، وبحدد مين اللي هيشتغل اللي هي الهيومن ريسورس، وبحدد الوركينج ريسورس او الادوات المستخدمه فيها. فكل تاسك محتاجه لاربع حاجات. البروجكت اوفر سايت، طبعا الكلام ده كلمه اوفر سايت، لو جينا نشوف دي بس هنشوف البرزنتيشن بتاعها عشان في حاجات مهمه، فمش هنتكلم على الاجزاء اللي فاتت. البروجكت اوفر سايت از وات هابنز وانس يو هاف جود اسكيدجول، اللي بيحصل يعني عمليه المانجمنت لكل عنصر في عناصر السوفت وير. مانج ذا سكيدجول، مانج ذا ديفلوبر، مانج ذا بروسيس، مانج يور مانجر. يعني حتى طبعا الفريق ما بيبقاش فريق واحد، بيبقى فريق كبير متقسم لسب تيمز. طبعا ده في مستوى اداره، التيم الاول للتيم ليدر، التيم الثاني نفس الحكايه، التيم الثالث. فكل تيم من دول له مانجر، وفيه مانجر التوب مانجر. فطبعا لازم يكون في اداره للمانجر اللي موجودين. يبقى انا بمانج السكيدول، سكادول اللي هو التاسكس هتتنفذ امتى وخلافه، الديفلوبر عشان ابدا اوزع التاسكس عليهم، البروسيس نفسها، طبعا دي كلها في اداره المشاريع. طبعا لازم يكون دايما فيه مراجعات، status reviews and presentation. status معناها الحالة، الوضع الحالي للمشروع. لازم يكون باستمرار احط حاجة اسمها milestones. الكلمة دي طبعا قابلتكم في project management. milestone معناها نقطة نظام، اقف واعمل review على الوضع الحالي وايه المشاكل وايه اللي بتظهر حلولها، واند برزنتيشن وبنقدم عروض للمشاكل وحلول المشاكل. فدايما يكون في عندي ستيتس ريفيوز. تمام، عندي في حاجه اسمها البوست مورتم. بوست مورتم بعد ما بخلص المشروع خالص، لما الفينش عند نقطه النهايه، بنعمل لقاء نشوف ايه الدروس المستفاده، ايه المشاكل اللي حصلت وتجنبناها ازاي، فبنسميها البوست مورتم. بس انا opportunity هي فرصه to reflect عشان نعكس اللي حصل بعد نهايه المشروع. وفي بعض الاسئله زي what went wrong right، المشاكل الحاجات اللي كانت ماشيه مظبوط، did our process work the way. المهم دي كلها اسئله منطقيه تقراها في الغالب. ما انا بعرفك بس لما بسالك بقول لك ايه هو البوست مورتم. تمام، بكده نكون عملنا انترودكشن عن السوفت وير ديفلوبمنت وايه اللي محتاجينه عشان نعمل سوفت وير، من ناحيه التيم، من ناحيه الكوميونيكيشن، من ناحيه المانجمنت. هناخد بقى الشغل اللي هو العملي او الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن قبل ما بعمل كودينج بعمل ديزاين. بيبقى عندي بروبلم، يبقى انا عندي بروبلم، البروبلم عايز اعمل لها سوليوشن. فلازم قبل ما اعمل سوليوشن بعمل ديزاين للسوليوشن، وبعد كده بعمل الامبلمنتيشن للديزاين. يبقى انا هعمل اشوف البروبلم، اعمل لها ديزاين للحل بتاعها، وبعد كده اعمل امبلمنتيشن. فلو انا عندي بروبلمز كتيره جدا، بي 1 بي 2 بي 3 وانت ماشي، دي بروبلم بشكل عام. البروبلم دي ممكن تخص في سوفت وير معين، ممكن تكون بروبلمز بشكل عام. لو انا عندي بروبلم وعملت لها الديزاين، يعني ده ديزاين واحد، البروبلم الثانيه ديزاين اثنين، الثالثه ديزاين ثلاثه، وبالتالي كل بروبلم عندي مسجل لها ديزاين الحل. ديزاين مش الحل نفسه، مش الامبلمنتيشن، مش الكود، طريقه الحل. لو بقدر اخد الديزاين واحوله الكود، اذا ممكن احتفظ بالديزاين لوحده. اذا لو انا عندي مجموعه من البروبلمز شائعه الاستخدام، والديزاين لكل حل، للحل لكل بروبلم، لو انا عندي احتفاظ بالكلام ده، فممكن اعيد استخدام الديزاينز في البروجكتس المختلفه، وبالتالي بنسميها ريوزابل ديزاين. الباترن معناها ان كل مشكله من المشاكل بيكون لها مواصفات محدده، وبالتالي تم بناء الديزاين على هذه المواصفات، فبنسمي المواصفات دي باترن. اذا عندي ريوزابل هقدر استخدم التصميمات قبل كده، ديزاين تم تصميمها قبل كده، باترن لمواصفات المشاكل. فده من الاجزاء المهمه جدا جدا في عمل السوفت وير ديفلوبمنت، انك تقدر تتعرف على مشكله ما من مواصفاتها، يعني تطلع الباترن بتاعتها، تدور على الديزاين لحلها، وبعد كده تبدا تعيد استخدامها في البروجكت اللي موجود.
فدي من الحاجات المهمة، وهنشوف إن شاء الله يعني إيه design patterns. مش هتحس بقيمة الجزء ده غير لما تتخرج. أول ما تتخرج وتشتغل في الشركات تشوف الأول المشاكل اللي بتظهر وإزاي بيحلوا المشاكل. فلو همسك كل مشكلة وحلها من البداية، لو أنا عندي problem وخدتها من بدايتها، هضطر أعمل design وهضطر أعمل implementation. في كل مرة problem بتقابلني هعمل design implementation. أما لو عندك problem لها مواصفات محددة، هشوف الديكشنري اللي عندي البروبلم والمواصفات، لو البروبلم دي موجودة هقدر أعيد استخدام الديزاين بدون ما أعمله من البداية. إيه هي الديزاين باترن؟ ديزاين باترن is named abstraction from the concrete example. يعني named abstraction يعني أنا كان عندي بروبلم وعملت لها ديزاين وبعد كده عملت لها كود، وبالتالي هاخد الكود اطلع بيه للديزاين وبعد كده للبروبلم. البروبلم هنا بتبقى ابستراكت، ما فيش اي تفاصيل. الديزاين زودت تفاصيل، الكود تفاصيل التفاصيل للديزاين، فعشان كده بنسميها named abstraction from concrete example. الكود هنا بنسميه كونكريت، يعني فعلا اللي حصل بالفعل ان انا كتبت كود. الكود ده كان لديزاين معين، الديزاين ده كان حل مشكلة معينة، وبالتالي بنقول named abstraction. كل كلمة abstract معناها كل ما اطلع لفوق more abstract، بقلل في التفاصيل، وبالتالي abstraction معناها مجرد وصف للمشكلة، مجرد وصف للمشكلة. تمام؟ فبنقول design pattern is named abstraction from concrete example that represent a recurring solution. دايما كنا بتعملنا مشاكل وبنحلها، فبنعمل لها الكود بتاعها الديزاين والكود، فكل مره بنعمل القصه دي باستمرار في بروجكتس مختلفه، وبالتالي سجلنا الديزاين للبروبلم فسميناه ابستراكشن او ابستراكت ريبريزنتيشن اوف ريكيرنج سوليوشن تو ا بارتيكولر بات كومن. اهم حاجه لازم تكون المشكله دي عامه، عشان ما ينفعش تبقى مشاكل خاصه في حاجه معينه. تمام؟ فالديزاين باترنز بروفايد شيرد فوكابولري. قلت لك ان انا بعمل قاموس عندي كده، البروبلم والديزاين بتاعها، بروبلم واحد ديزاين واحد، ما بحطش كود خالص، الكود ده مش موجود. الديزاين طالما موجود اقدر باي لغه برمجه اعمل امبلمنتيشن للديزاين اللي موجود. فبنقول هنا ديزاين باترنز بروفايد شيرد فوكابولري ذات ميكس ذا اكسبيرت نوليدج افيلابل تو ايفريون. وبالتالي اي حد شغال في البرمجه عنده ديكشنري او قاموس للمشاكل العامه اللي موجوده وطرق حلها، هيسهل علينا وقت كتير جدا وتكلفه كتيره جدا في حل المشاكل. يبقى الجزء اللي ناقص عندي هو الامبلمنتيشن، ان انا اكتب كود. يبقى عندي بروبلم وعندي حلها، باقي ان انا اكتب الكود او اعمل الامبلمنتيشن بتاعه. فطبعا الامبلمنتيشن هنا يعتمد على لغه البرمجه، اما البروبلم والديزاين بتاعها فلا يعتمد على لغه البرمجه، يعتمد على حاجه انا قلت ان شاء الله اسمها الموديلنج تول او UML. UML مجموعه من الدياجرامز تستخدم في تصميم السوفت وير. الديزاين باترنز، طبعا في عندي اربع اشخاص متخصصين في السوفت وير عملوا لك الديزاين باترنز وسموها وعملوا لها قواعد ازاي تكتب الباترن وخلافه. فقال لك انا عشان اقول ان دي بروبلم، عشان اوصف البروبلم بنحط لها الباترن نيم، البروبلم نفسها وصف البروبلم، الحل للبروبلم، والكونسيكونسز او التبعات او النتائج بتاعه البروبلم. يعني وانت بتقول ان دي بروبلم موجوده في الحته الفلانيه، لازم تسمي الباترن، مواصفات البروبلم ديسكريبشن نفسه، اعمل وصف للبروبلم والحل والتبعات او النتائج للحل. طبعا هنشوف الكلام ده بالتفصيل. فالمشاكل اللي موجوده في السوفت وير بتنقسم الى اللي بنسميها تايبس اوف ديزاين باترنز. المشاكل دي عباره عن ثلاث انواع: كرييشنال وستراكشرال وبيهيفيرال. الاول قبل ما اكمل في مشاكل، تمام. فكرييشنال طبعا نركز شويه بس الاول في البروجرامنج. انا هديك مثال على البروجرامنج. لما بكتب كود، ده كود، الكود عباره عن مجموعه من الاسطر، وليكن انت اكس ايكوال 1.
طبعا دي خطوتين في خطوة واحدة، المفروض أصلها and x وبعد كده بحط x equal 1. إيه اللي بيحصل؟ انت x معناها إن أنا بقول له حجز لي مكان في الميموري، آدي الميموري بتاعت الكمبيوتر، حجز لي مكان في الميموري. x هنا العنوان بتاع الميموري، وانت معناها إنه هيحجز 4 بايت في الميموري. دي خطوة. هنا فيه تم وجود أو تصميم للمتغير اللي اسمه x، إنه بيحتوي على 4 بايت 4 بايتس، والعنوان بتاعه هو x، أول بايت موجود عنوانه x. أنت x بيساوي 1 معناها دي الداتا اللي موجودة يعني. ده بنسميه object. يعني ايه object؟ إن الريال داتا موجودة اللي هي رقم 1، يعني داتا 1 0 0 0 معناها إن الداتا نفسها عبارة عن 1. فده object، مش object بقى، ده عنوان reference للمنطقة دي وفيها الداتا اللي هي 1. الريال داتا بنسميها object، أما الداتا تتحط بأني شكل فبنسميه design، بنسميه design خلاص، بنسميه class، class أو design تصميم لشكل الداتا. أما الأوبجكت فهو الريال داتا نفسها أو اللي تاخد التصميم. دايما كنت بقول لو أنا عندي حاجة زي كده، ده مثلا هنقول طابق مثلا أو صينية أو غيره، الصينية دي بحط فيها حاجة، الصينية دي لو مدورة فالحاجة اللي جواها هتكون مدورة، لو هي مثلثة الحاجة اللي جواها هتكون مثلثة. الحاجة اللي بحطها جواها دي اسمها الأوبجكت، أما التصميم نفسه بيكون الكلاس. يبقى ده الفرق ما بين يعني ده كلاس وده، أو اللي جواه اللي بحطه جواه بنسميه أوبجكت. فالأوبجكت بياخد شكل الكلاس، وده عشان كده بنفرق ما بين الكلاس والأوبجكت بنفس الطريقة. فالكومن تايبس اوف ديزاين باترن عندي كرييشنال، وانا بنشئ الاوبجكت، وانا بنشئ الاوبجكت جوه الميموري، وانا بحط الاوبجكت جوه الميموري، تمام. ففي باترنز خاصه بكده، في باترنز استراكشرال معناها بتعتمد على تصميم الاوبجكت نفسه، وفي باترن بتعتمد على البيهيفير. كل كلاس او كل اوبجكت بيعمل وظائف محدده، فاحنا بنعمل تصميم للبيهيفير الفانكشناليتي او الوظيفه. إذن عندي creation design pattern are those that deal with when and how objects are created. Created يعني تتحط جوا الميموري، الأوبجكت نفسه، بتكلم على الأوبجكت نفسه. Structural design pattern are those that describe how الطريقة اللي يتخزن فيها الأوبجكتس، how objects are composed، تتكون into a larger groups. يعني لو أنا هعمل class مثلا student، هعمل student the class اللي هي first name، اللي هي الميدل نيم، اللي هي اللاست نيم، اللي هي الايج. طبعا دي كلها اجزاء، فبعمل كومبوزيشن او تركيب، كل واحد من دول متغير مختلف او ليه تصميم مختلف، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه وهكذا. ده الكومبوننت بتاعت الكلاس. فانا بعمل ازاي؟ بشوف ديزاين، بعمل ديزاين للكومبوننت عشان اعمل لها كومبوزيشن، يعني تجميع اجمعها ازاي. البيهيفير طبعا اللي هي الفانكشناليتي او الوظائف اللي موجوده في كل كلاس او لكل اوبجكت طالع من الكلاس، بنسميها البيهيفير. فدول ثلاث انواع رئيسيه للديزاين باترنز: كرييشنال، ستراكشرال، وبيهيفير. لما نحب نعمل فوكابولري او قاموس للباترنز، بنحتاج طريقة موحدة لكتابة الدوكيومنتيشن بتاع كل باترن. فبنعمل ايه؟ بنقول والله ده الباترن نيم بكذا. طبعا الجانج اوف فور كان قال لك حاجات، واحنا هنا بنقول نفس الحاجات ولكن باكثر تفصيلا وتنظيما. لازم الباترن نفسها احط لها نيم تكون شورت، وبعدين اصنف الباترن هل هي كرييشنال ولا ستراكشرال ولا بيهيفيرال، والانتنت اللي هو الديسكريبشن الخاص بالباترن بنسميه الانتنت، والسو نون از او بنسميها الاكا، السو نون از يعني ممكن يكون لها مسميات ثانيه لنفس الباترن، يعني اليسز فور ذا باترن، اسماء اخرى لنفس الباترن. الموتيفيشن اللي احنا عملنا الكلام ده، الابليكابيلتي يمكن تطبيقها على ايه، الفيلدز والارياز اللي ممكن اطبقها عليها، والستراكشر اللي هو التركيب بتاعها، و
المشاركين ده هنشوف إن شاء الله من خلال مثال كامل، المشاركين أو العناصر المشاركة في التصميم أو في الاستراكشر، الكولابريشن ممكن تتعاون اللي هو اللي بنسميه التعاون ما بين الكومبوننتس اللي في الباترن نفسها وفي تصميم الباترن، هنشوف الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله، والتبعات أو النتائج، implementation كمثال، sample code عشان الناس تعرف إزاي بيتم تصميمها، نون يوزرز تم استخدامها في برامج كذا وكذا، ريليتد باترنز ممكن يكون في اكثر من باترن بيشتغلوا مع بعض. فنركز شويه في العناصر دي عشان نبدا ناخد مثال ونطبق عليه. يبقى باترن نيم، كلاسيفيكيشن، انتنت، الاكر، الموتيفيشن، ابليكابيلتي، والاستراكشر، والبارتيسيبانتس، والكولابريشن، والكونسيكونسز، والامبلمنتيشن، وسامبل كود، ونون يوزرز، وريليتد باترنز. تعال نشوف أول نوع من أنواع الديزاين باترن وهنطبق عليها الكلام اللي احنا قلناه كله. هناخد في كل نوع من الأنواع مثال أو اتنين. فعندنا مثال الكرييشنال باترنز. كرييشنال باترنز اللي هي الباترنز بتختص أو مرتبطة بـ how to create object، ازاي بنشئ object جوه الميموري. فبنقول هنا كرييشنال ديزاين باترنز ابستراكت the initialization أو initiation process، عملية بداية زي ما قلت لك. int x، int x معناه ان x ده عبارة عن جزء في الميموري تصميمه، خلاص انا بتكلم على x ما بتكلمش على التصميم. x ده واخد التصميم int يعني بياخد 4 بايت. تمام. تعال ناخد اول مثال. في حاجة اسمها single tone pattern. single tone pattern لو انا عرضت لك مشكله ان انا عندي داتابيس او عندي فايل، الفايل ده فيه داتا وعملت برنامج يا اكسس الفايل، يبقى انا عندي فايل وفي بروجرام او سوفت وير، بروج واحد هيعمل اكسس للفايل. طبعا البروجرام لما بيأكسس الفايل بيكتب فيه او يقرا منه مفيش مشكله، انما لو عندي كمان بروجرام اتنين وعايز يعمل اكسس للفايل، لو البروجرام واحد شغال مع الفايل الاوبريتنج سيستم هيمنع البروجرام الثاني من انه ياكسس الفايل. لو انا ما اخدتش بالي من النقطه دي في البرنامج بتاعي او السوفت وير بتاعي هتحصل مشكله. فعشان اضمن ان ما فيش اي حد يقدر ياكسس الفايل غير برنامج واحد، فلازم نخلي الفايل ده، هندي مثال دلوقتي بالكود. مثلا لو قلت لك فايل ده كلاس اف 1 بيساوي نيو فايل، يبقى انا كده عملت كرييت للاوبجكت اللي اسمه اف 1، ورجعت تاني فايل اف 2 بيساوي نيو فايل. هنا اف 1 واف 2 اتنين اوبجكت منفصلين عن بعض، ولكن الاوبجكت ده ممكن يشاور على الفايل ده والاوبجكت ده ممكن يشاور على الفايل ده، بالتالي هتحصل مشكله في اثناء الريدنج والرايتنج، لان المفروض عشان ابدا اتعامل معاه في واحد لازم اخلص الفانكشن دي واقفل الفايل وبعد كده الفايل الثاني يبدا يفتح الفايل ويشتغل فيه. فعايزين نضمن ان في خلال البرنامج ما عنديش غير فايل واحد بس، اوبجكت واحد فقط لا غير. انا محتاج في كل البرنامج في اي مكان من البرنامج يكون عندي سنجل اوبجكت، ما ينفعش اخد اكتر من اوبجكت. تعال نشوف في الكود حاجه زي كده. لو انا عملت فايل نيو بروجكت وهناخده كونسول بروجكت عادي خالص، كونسول ابلكيشن ده مثال بسيط. هنا هصمم كلاس، هاخد هنا فايل نيو أو add new class. class مثلا هسميه student. ال class ده هنحط فيه first name last name، هنقول string first name تمام، string last name وهكذا.
ده كلاس عادي خالص. لما ندخل على البروجرام عشان اقدر استخدم الكلاس نفسه، وفي البروجرام بقوم كاتب ان انا هاخد اوبجكت منه، هقول student s واحد يساوي new student. مفيش اي مشكلة انما ان انا اخد منه اوبجكت، معنى كده ان s واحد عبارة عن اوبجكت من النوع student. لما اجي هنا تاني student s اتنين يساوي new student، عملت منه اوبجكت تاني، يبقى انا اخدت اكتر من اوبجكت. طبعا هتقابلني المشكله بتاعت ان انا مش عايز اخد اكتر من اوبجكت من النوع ده، فلازم ما اقولش نيو. نيو هنا معناها ان انا بقدر اكريت نيو اوبجكت في الميموري، انا عايز سنجل اوبجكت، وبالتالي عايز امنع موضوع نيو. عشان امنع موضوع نيو، ايه اللي بيخلي فيه نيو؟ ان انا عندي كونستراكتور، لو انا دخلت على في مشكلة في الفيجوال ستوديو بس ما علينا. سترين طيب نركز مع بعض كده في اللي انا هقوله دلوقتي. اللي بيخليني اعمل نيو ان في كونستراكتور، الكونستراكتور هنا مش معمول، الكونستراكتور هنا باي ديفولت، فممكن نخليه بابليك عادي خالص، بابليك ستيرن ونخليه فاضي بالشكل ده، كأنه constructor. تمام، ده constructor ما فيش اي مشكلة. لا، هو في حاجة غير طبيعية في ال still. تمام، فده الكونستراكتور الخاص بالستريم، ده اللي بيمكنني من ان انا اعمل نيو، مفيش اي مشاكل بتحصل. لو مش عايز اعمل نيو، هخلي الكونستراكتور ده برايفت، اخليه برايفت، وبالتالي لو رحت هناك وانا بستخدمه هلاقيه عمل لي خطا، عمل لي هنا خطا لانه ما اقدرش اقول نيو. طب دلوقتي انا عايز اعمل اوبجكت، فالاوبجكت ده لازم يكون سنجل اوبجكت، فالاوبجكت من نوع ستيرنت، وعايز اعمل هنا طبعا مانعني من ان انا اكول الستيرنت نفسه، فبضطر اعمل حاجه ايه بالشكل ده. هنعمل برايفت، نركز ستاتيك من النوع الستيرنت ونسميه انستنس، نركز في اللي انا قلته private static student object من النوع student، وهضطر اقفل ال Visual Studio واشغل اصدارة تانية لان ده فيه مشاكل اصلا. المهم هنرجع لها تاني دلوقتي، ان انا عندي مشكلة معينة ان انا السنجل تون ده عايزه سنجل اوبجكت، يعني ما اقولش نيو، ما اقولش نيو، فعشان ما اقولش نيو همنع الكونستراكتور ان انا اعمل له كول، يعني اخلي الكونستراكتور برايفت. تمام، طب انا عايز الاوبجكت، فجوه الكلاس هعمل الاوبجكت وهعمل فانكشن اقدر اوصل بيها للاوبجكت. فاذا الباترن بتاعتي كالتالي، تعال نشوف بقى التصميم. الباترن اسمها النيم بتاعها سنجلتون، النوع كرييشنال باترن، الانتنت او الوظيفه انشور ا كلاس اونلي هاز وان انستنس، ما اقدرش اخد منها غير اوبجكت واحد فقط، يعني ما اقدرش اقول نيو. الموتيفيشن ليه انا عملت الكلام ده، اتس امبورتنت فور سم كلاسز تو هاف اكزاكتلي وان انستنس، في حاجات في مواقف كتير جدا مهمه خلال الابلكيشن ان يكون عندي سنجل اوبجكت عشان ما يحصلش مشاكل في خصوصا مع الفايلز داتابيز او الفايلز. الابليكابيلتي ممكن اطبق الكلام ده على ايه؟ use a singleton pattern when there must be exact one instance of class. تمام؟ and it must be accessible to clients زي المين function اسمها main from well known access point، من عند نقطة محددة. والجزء ده او السطر ده مهم جدا جدا جدا.
يبقى انا دلوقتي لازم يكون هو one instance one object single object، يعني ما اقدرش اقول new، واقدر اوصل له من اي مكان جوه البرنامج well known access point عن طريق حاجه محدده. تعال نشوف الكلام ده، ربنا يسهل ويكون فيجوال ستوديو فتح. تعال نعمل بروجكت تاني، معلش create new project. هنعمل new project ونختار نوع console application. هناخده مثلا اللي هو ويندوز، على ويندوز ايا كان بقى الطريقه، ويندوز وكونسول ابلكيشن. في حاجة غير طبيعية. الأكواد اللي هتجيبها في العملي، لأن في امتحانات عملي. تمام؟ أنا هرفع لك الأكواد كلها تشوفها بحيث تنفذها، لازم تنفذها يعني. على ما السيستم يشتغل هوريك الأكواد موجودة فين. هتفتح الجيت هاب، على الجيت هاب على رضا مبروك بالشكل ده. هتلاقي السوفت وير ديفلوبمنت، يعني ده اللينك بتاع عامله لك في الشات بتاع دي الكود. تمام، دي الاكواد لكل الباترنز ان شاء الله اللي هناخدها. هنعمل كونسول ابلكيشن. انا مش عارف في ايه في الفيجوال ستوديو النهارده، بس مفيش مشكله هتتحل يعني. كونسول ابلكيشن تمام. نكست. تعال نكرر نفس الحاجات اللي احنا قلناها. هنقرا الكود وبعد كده ننفذ الكود. هندخل على السوفت وير ديفلوبمنت زي ما انت شايف كده، وبعد كده ندخل على السنجل تون ديزاين باترن. هندخل على الكلاس نفسه اللي اسمه سنجل تون عشان اوري لك ايه اللي حصل. ده الكلاس نفسه، وقلنا الكونستراكتور، الكونستراكتور نفسه اهو السنجل تون ده الكونستراكتور اللي بيمكنني من ان انا اقول نيو. خليته برايفت او بروتكتد، المهم ان انا قفلته، بالتالي ما اقدرش اقول نيو. عشان اقول نيو هنا هنعمل اوبجكت اللي انا محتاجه من نفس نوع الكلاس، ويكون ستاتيك. ستاتيك معنى شيرد، يعني مرتبط بالكلاس نفسه بنسميه. يعني الستاتيك هنا معناها ان انا اقدر استدعيه او اوصل له عن طريق الكلاس. وبرايفت عشان في فانكشن ثانيه هستخدمها عشان اوصل له. يبقى في عندي انستنس من نفس نوع الكلاس اللي انا شغال عليه، بيكون ستاتيك يعني اقدر استدعيه واوصل له عن طريق اسم الكلاس مش الاوبجكت. تمام، وبكون برايفت عشان اوصل له بشروط معينه. وبعمل فانكشن ثانيه ستاتيك برضو اقدر اوصل لها من اسم الكلاس من نفس النوع، اسمها جيت انستنس، يعني بترجع اوبجكت. معناها المفروض الفانكشن دي تكون بابليك، اقدر اوصل انفذ الفانكشن دي من اي مكان. ستاتيك يعني باستخدام السنجل تون كلاس او اسم الكلاس. كل وظيفه الفانكشن دي ان هي تشوف الانستنس ده موجود ولا مش موجود. لو موجود هتجيبه لي، لو مش موجود هتنشئه وتجيبه لي. وبالتالي اضمن بقول له كده، لو الاوبجكت اللي موجود هنا اف انستنس يساوي نال، يعني مش موجود، اعمله نيو. هنا اقدر اقول نيو لان هو داخل الكلاس نفسه. لو ما كانش، يعني لو الجزء ده ما وصلتلوش، ريتيرن معناها انه موجود. يبقى انا كده بضمن ان الاوبجكت الانستنس اللي موجود فوق ده هو اوبجكت واحد فقط لا غير. لو موجود يرجعه، لو مش موجود ينشئه اول مره وبعد كده يرجعه. تعال نشوف الكلام ده هنا هيكون وظيفته ايه. هنعمل ستودنت اللي احنا قلنا عليها كلاس
هنسميه student. تمام، ال student موجود له شوية حاجات، وليكن مثلا string name و int age. وطبعا هنعمل properties للكلام ده، بس ما علينا، نخليهم public عشان نقدر نوصل لها، او خليها زي ما هي. الكونستراكتور نفسه public، اسمه student، ده الكونستراكتور ما بيعملش اي حاجه. تمام، هنا في البروجرام او الكلاينت اللي هيستخدم الستيودنت، يبقى ده تصميم، انا بصمم دلوقتي، ده تصميم. تمام، هاجي هنا واقول له student s1 بيساوي new student. معنى كده انا اخدت object من نفس النوع student، student s2 بيساوي new student. برضو اخدت object مختلف. ليه بقدر اقول new؟ لان الconstructor اللي موجود في student public، اما لو خليت private او protected، اي نوع من انواع الحماية private او protected، هتقابلني مشكلة هنا ان انا ما اقدرش اقول new. هنا بيقول هنا student is inaccessible due to its protection level. يبقى هنا منحت ان انا اقول new، منحت الكلاينت، اي كلاينت، ان ممكن يكريت object create. خلي بالك من كلمة create، لانها الباترن creational design pattern، ما يقدرش يقول create للstudent. تمام، وبالتالي انا عايز اضمن ان يكون في انستنس، فانا منحت خالص، ما كان فيش اي انستنس، ما فيش اي اوبجكت، فانا عايز اعمل اوبجكت واحد فقط لغير. هنا هنقول، هنا فوق هنقول private، ده الاوبجكت اللي انا عايزه، private static. static معناها ان هو هيجي من الكلاس، مش من الاوبجكت، لان ما فيش اوبجكت اساسا. من نفس النوع اللي هو الستيودنت، يبقى private static student، هنسميه انستنس، سميه اي اسم انت عايزه، بس هنا طبعا هنسميه انستنس. تمام، طب انا عايز اوصل للاوبجكت ده، الاوبجكت ده لسه ما تعملوش انيشاليزيشن، يعني ما تعملوش نيو، لازم يكون معمول نيو هنا، والكونستراكتور برايفت، فهنعمل فانكشن هنا هنسميها جيت انستنس، فانكشن كل وظيفتها ان هي بترجع الانستنس، بس انا ما اقدرش اوصل لها لان ما فيش اوبجكتس، فهخليها تبع الكلاس، يعني هخليها ستاتيك، وعشان اوصل لها في اي مكان هخليها بابليك. يبقى بابليك ستاتيك من نفس النوع اللي هترجعه اللي هو student. تمام، هنسميها get instance. الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتشوف اذا كان ال instance ده موجود ولا مش موجود. يبقى f ال instance لا تساوي او تساوي null، لو موجود كده، لو مش موجود اعمل فيه ايه؟ انشغل instance الانستنس تساوي، هنا اقدر اقول نيو لان انا جوه الكلاس نفسه، نيو ستيودنت. تمام، يبقى لو مش موجود انشغل، طب لو موجود ريتير الانستنس بتاعك. يبقى انا هنا عملت تشيك، لو الانستنس ده والاوبجكت ده الاوبجكت اللي انا عايزه، سنجل اوبجكت اللي انا عايزه، هو برايفت. تمام، وستاتيك يعني هو سنجل اوبجكت، ستودنت من نفس النوع بتاع الكلاس واسم الانستنس، بقول فانكشن هنا جيت انستنس. انستنس هنا الفانكشن دي كل وظيفتها، لو الانستنس ده ما تعملوش كرييشن قبل كده، يعني يساوي نون، اعمل له كرييت. طب لو ما عمل له قبل كده خلاص انستنس، فهو بيتعمل له كرييشن مره واحده فقط لا غير، وبعد كده بيتم استدعائه في اي وقت. تعال نشوف الكلام ده ممكن نستدعي الانستنس او نوصل له ازاي. هنيجي هنا بدل ما نقول بيساوي نيو، ما فيش حاجه اسمها نيو، يساوي هنا عشان الكلاس نفسه الكونستراكتور برايفت، ما بقدرش اقول نيو، يعني ما بقدرش اعمل انستنس، فهنا هنستدعي اسم الكلاس التصميم دوت، هتلاقي الفانكشن اسمها جيت
انستنس موجوده تبع الكلاس مش تبع الاوبجكت، بس هو احنا اوبجكت اما الستودنت كلاس، بقدر اوصل لها بالشكل ده. جيت انستنس معناها وصلني بالانستنس نفسه او بالاوبجكت ده. لو عملت الجمله تاني ستودنت اس 2 يساوي ستودنت دوت جيت انستنس لتاني مره، يعني اول مره جيت انستنس هروح انا كده هلاقي الاوبجكت نال فعلا فعمله ورجحهولي. في تاني مره اس 2 جيت انستنس هيدخل هنا هيلاقي الانستنس موجود فيرجحهولي، وبالتالي اضمن ان اس 1 هو نفسه اس 2. عشان اعمل تشيك للكلام ده بقول اف اس 1 تساوي اس 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عنوان اس 1 هو نفسه عنوان اس 2، يعني الاس 1 والاس 2 بيشاوروا لنفس المكان في الميموري، يعني لنفس الاوبجكت. هنقول هنا كونسول دوت رايت لاين they are the same، اس 1 and اس 2 are pointing to the same object. خلاص تعال نشوف اما ننفذ الحاجه. المفروض ان اس 1 واس 2 عنوانين لمكانين في الذاكره زي ما قلنا في اول المحاضره. اس 1 واس 2 كل واحد من دول بيشاور على مكان في الذاكره. لو الاثنين دول بيشاوروا على نفس المكان اذا ما عنديش غير اوبجكت واحد فقط. هنعمل ران وطبعا هنوقف انا هنقول كونسول دوت ريد لاين عشان نوقف ونشوف الشغل بتاعنا. هنعمل ران نلاحظ ايه. طبعا هو لسه بيعمل بيلدينج. المفروض دلوقتي ان اس 1 هيشاور على نفس الاوبجكت لان انا ما بقدرش اقول نيو. هنا هتلاقي الريزلت اس 1 اند اس 2 ار بوينتنج تو ذا سيم اوبجكت. وبالتالي مهما دخلت جوه الكود في اي مكان في البرنامج عشان اوصل للاوبجكت هستدعيه عن طريق اسم الكلاس student.getInstance. خلاص. اذا لما اجي اشوف المحاضره كتطبيق هنقول ان السنجل تون كرييشنال اسمها الاسم او النيم بتاع الباترن بيدل على وظيفته ان انا بقول سنجل تون يعني سنجل اوبجكت. ومن النوع كرييشن ان انا بشوف الاوبجكت ده بتعمل له كرييت ازاي في الايه في الميموري. هل بيتعمل له كرييت اكتر من مره باستخدام نيو؟ لا، هنا سنجل تون بيتعمل له كرييت للاوبجكت مره واحده فقط لا غير. خلاص عرفنا الانتنت الموتيفيشن الابليكابيلتي. تعال نشوف الاستراكشر وده المهم. الاستراكشر عباره عن يو ام ال دايجرام، يو ام ال دايجرام او الكلاس دايجرام. الكلاس دايجرام بيكون له حاجه اسمها البارتيسيبنت زي ما شفنا في السلايد اللي فات. البارتيسيبنت تمام اللي هي المشاركين. يبقى انا عندي الاستراكشر والبارتيسيبنتس المشاركين في بناء الكلاس. فهنا هنلاحظ ان البارتيسيبنت هو عباره عن سنجل كلاس. سنجل كلاس صممته موجود في ايه سنجل كلاس؟ موجود فيه static instance الاوبجكت اللي انا محتاجه. موجود فيه مجموعه من الاوبريشنز. موجود فيه الفانكشن المهمه اللي هي get singleton اهي get اللي هي get singleton that get. ده المهم عندي ان هو سنجل وget single. ده static private وده بستخدمه عشان اوصل للانستنس. فده بنسميها participant او ده المشاركين. ده المشاركين في الاستراكشر نفسه. يبقى انا عندي البارتيسيبنتس عباره عن سنجل تون. ديفاين هو عباره عن كلاس. كلاس ديفاينز ان انستنس اوبريشن ذات ليتس كلاينت اكسس اتس يونيك انستنس. ان انا بستخدمه سنجل تون عشان اقدر اوصل له كسنجل تون انستنس او اوبشن. تمام. الكولابريشن التعاون ما بين البارتيسيبنتس ده عشان يحققوا وظيفه الباترن. طبعا ما فيش غير السنجل تون والكلاينت
كان عندي الستودنت وكان عندي المين فانكشن اللي اسمها مين او مين بروجرام، كان اسمه بروجرام، كان اسمه بروجرام. كان عندي البروجرام بيستخدم السنجل تون او الستودنت، فطبعا الاثنين ده يستخدم ده، فالكولابريشن بيكون كلاينتس اكسس سنجل تون انستنس اونلي ثرو ذا سنجل تون انستنس اوبريشن، عن طريق الفانكشن اللي كان اسمها جيت انستنس الموجوده. تمام، اللي هي جيت انستنس. الكونسيكونسز او النتائج، ذا سنجل تون باترن هاز سيفرال بينيفيتس، اللي هو فوائد كتير. كنترولد اكسس تو اونلي وان انستنس بيرميتس فاريبل نمبر اوف انستنس، يعني هو وان انستنس وبيمنع ان انا ممكن اقول نيو اكتر من مره. مور فليكسبل ذان كلاس اوبريشن، يعني بدل ما اعمل فانكشنز تعمل تشيك اذا كان الاوبجكت موجود ولا مش موجود في كل مره بعمل عليها استدعاء، لا ده انا ممكن اعمله خلال الديزاين وخلاص. تمام، وبالتالي احنا طبعا لغايه هنا خلصنا المحاضره الاولى، فالمحاضرات اللي بعد كده ان شاء الله طبعا انا اتمنى تقروها الاول قبل ما ايه عشان ناخد محاضرتين او ثلاثه مع بعض، يعني هيبقى في عندنا لقاءين اثنين فقط لا غير فيما بعد. فتعال نشوف ايه اللي هنعمله في الديزاين باترن. طبعا زي ما شفتوا الكود بتاعنا، هتدخل على اللينك اللي انا بعته لك software development، هتطلع على الباترنس اللي موجود. ايه الباترنس اللي موجودة؟ هتلاقي عندي مجموعة من الباترنس، اخذنا منها single tone design pattern. هتلاقي عندك حاجات creational برضو وزي abstract factory، وفي حاجات structural وفي حاجات behavioral. احنا اخذنا النهاردة السنجل تون، انت عايزك تقرأ المحاضرة وتشوف الكود زي مثلا الابستراك، يعني تعال نشوف المحاضرة اللي بعد كده ايه الدور اللي عليها او الباترن اللي على الدور. المحاضرة رقم 2 تقريبا انا عامل في كل نوع من الباترنس 2 باترن أو ثلاثة مش فاكر بالظبط. المحاضرة الثانية هتكون عن الابستراكت فاكتوري. خلاص احنا هنبدأ نقرأ بقى الابستراكت فاكتوري، ده اسم الباترن، الوظيفة بتاعتها اسمها ايه، ممكن نقصنا الاز كات، الموتيفيشن اللي بنستخدمها، الاستراكشر بتاعها عبارة عن مجموعة من الكلاسز مع بعضها والانترفيسز مع بعضها، والمشاركين اللي هم كل عنصر من العناصر اللي موجوده هنا ازاي بتتفاعل مع بعضها. انا بقول لك ازاي تقرا، لانك انت بعد كده لما تتخرج ان شاء الله تشتغل هتشوف الباترن، وفي كتب موجوده للباترنز ازاي اقرا الباترن نفسه، وبعد كده الكولابريشن ما بين كل العناصر اللي موجوده في الديزاين وايه هي النتائج وهكذا. فهنا المحاضره دي فيها الابستراكت والبيلدر، فهناخد بس الابستراكت والبيلدر، مش واخدين حاجة تانية في الكرييشنال، الابستراكت والبيلدر مع السنجل تون. تمام، فهتشوف الكود مثلا هنا الابستراكت، تقرا المحاضرة وتشوفه عملها ازاي. خلاص طبعا ممكن تعمل داونلود للهاب كله بالكامل. تمام، او يعني ممكن تيجي هنا كده سوفت وير ديفلوبمنت وتضغط على جيت كود، فيحمل لك كل الباترنز مرة واحدة على هيئة زيب فايل.